تختتم اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمشاركة أكثر من 100 دولة، بالإضافة لما يزيد على 300 شركة متخصصة. على هامش المعرض استمر اصطفاف الطائرات بمختلف أنواعها، مدنية وعسكرية وطائرات بدون طيار، وسط عروض جوية مميزة تضفي لمسة فنية واحترافية لأجواء المعرض. استمرت فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء لليوم الثاني على التوالي في استقبال شركات العلوم الفضائية والطيران التي جاءت بمشاركة أكثر من 100 دولة، بالإضافة لما يزيد عن 200 شركة متخصصة. من الرائع الحضور هنا، وهي فرصة عظيمة، خصوصا أن مجموعة مارفن لها باع طويل في العمل مع القوات الجوية المصرية، وقد شاركنا في العروض الجوية ضمن المعرض، ونحن هنا لعرض آخر تطورات أسلحة F-16 وآلية تخفيف وزنها وزيادة حجم الأسلحة وتقليل وقت التعامل مع الأهداف في الاستخدام. وكنت قد حضرت معرض إيدكس من قبل وأعلم أهمية هذه المعارض في مصر، وتمت دعوتي هنا ووافقت فورا، وكنت من الأوائل الذين حضروا وسجلوا، وأرى أنه ما حدث منذ بداية سبتمبر سيترك أصداء كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة، وعلى مصر وقواتها الجوية أن تفخر بهذا العرض. وبالإضافة لتواجد الشركات والشخصيات العامة، فقد وفر المعرض أيضا فرصة لعقد اتفاقيات وشراكات متنوعة، فضلا عن التعريف بخدمات الشركات وآخر ما وصلت إليه في تكنولوجيا الطيران والفضاء. وكان اليوم الثاني قد تميز بزيارات ميدانية لطائرات تم عرضها على مهبط مطار العالمين. بنشارك في المعرض ده بنحاول نقدم التكنولوجيا بتاعتنا في صناعة الطائرات الموجهة بدون طيار وأنظمة صدها، مشاركين في السوق المصري، وبنحاول ان احنا نتوسع في السوق المحلي والاجنبي لتقديم التكنولوجيا بتاعتنا ودخول شراكات مع الدول وأنظمة من جميع انحاء العالم، ان احنا نقدم ان احنا التكنولوجيا بتاعتنا تتوسع. احنا عندنا مودلز الطيارات مصنعه تصنيع مصري 100%، تمام، وداخلين بحجم استثمارات في السوق المصري تتجاوز ال 100 مليون دولار. احنا الحقيقه بنبقى يعني ايجر ان احنا نعمل مشاركه في كل معارض الاير شو في اي بلد في العالم بتعمل، وطبعا لما يتعمل اول مره في مصر ده كان لازم ان احنا نظهر بالظهور، احنا في الاخر شركه وطنيه برضو. فالحقيقه المشاركه في الاير شو تملي بتبقى يعني احنا اول مره نعرض طياره الحقيقه في الاير شو، عارضين احدث طياره عندنا لسه واصله من المصنع بقى لها 4 أيام عرضنا بره، وعملنا الجناح بتاعنا بنقدر نعمل فيه البروتوكولات والديلز كلها التكنيكال والنون تكنيكال. دينا التجربه هذه في الامارات كان طبعا يعني كل واحد يعرف ان موضوع الدرونز او الطائرات بدون طيار هذه يعني جايه يعني بتكون يعني قريبا او بعيدا لازم نحن نشتغل في الموضوع هذا. فيوم بدينا التجربه احنا انتبهنا ان في وايد عقبات كانت تواجهنا، سواء كانت من ناحيه التشغيل او من ناحيه القوانين، طبعا لان هذا الشيء يعتبر شيء جديد مو بشيء جاهز اوريدي. فالحمد لله كان تعاون كبير بين الجهات الحكوميه المعنيه في الامارات وابو ظبي، وبيننا نحن اليوم ما قدرنا نحن تقريبا نطلع بالطريقة أفضل للتجربة هذه. وعلى هامش المعرض استمر اصطفاف الطائرات بمختلف أنواعها، مدنية وعسكرية وطائرات بدون طيار، وسط عروض جوية مميزة تضفي لمسة فنية واحترافية لأجواء المعرض. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. هذا ويختتم اليوم المعرض فعالياته بعد فعاليات ناجحة، والمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. اليوم الثالث والختامي لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء. هذا المعرض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة دولية واسعة، نتحدث عن أكثر من 100 دولة ومئات الشركات المتخصصة في علوم الطيران والفضاء. بالطبع هذه العلوم هي علوم مدنية وعلوم عسكرية، وهي مقسمة لثلاثة أقسام، بالطبع الجزء الخاص بالطيران الحربي والطيران المدني وأيضا وكالة الفضاء المصرية. نتحدث عن جزء هام في هذا المعرض وهو مهبط مطار العالمين الذي شهد اصطفاف كبير لعدد من الطائرات، عشرات الطائرات اصطفت هنا، طائرات مدنية، طائرات عسكرية، طائرات لنقل الركاب، طائرات لنقل البشر.
البضائع، ولكن ما ميز هذا الاصطفاف بالطبع هي وجود طائرات المستقبل أو طائرات التكنولوجيا الحديثة، وهي الدرونز أو الطائرات الموجهة آليا بدون طيار. بالطبع المستقبل يتحدث عن وجود هذه الطائرات لنقل المواطنين أو نقل الإنسان بشكل عام، بدلا من وسائل النقل المتعارف عليها ستصبح بعد ذلك طائرات موجهة آليا لنقل الركاب. بالإضافة لذلك طائرات موجهة آليا لنقل البضائع في وسط البحار، طائرات موجهة آليا أيضا يعني الإطفاء وغيرها من الخدمات الأخرى. نتحدث عن تطوير الصناعات الخاصة بالطيران، وشهد هذا المعرض توقيع الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون متنوعة، وهو أيضا يعد فرصة لشراكات مختلفة، تبادل الخبرات بين هذه الشركات. ربما من أهم هذه الاتفاقيات كانت الهيئة العربية للتصنيع التي عملت على اتفاقية هامة جدا لتدريب الكوادر المصرية والشباب المصرية بشكل عام. نتحدث عن اتفاق مصري فرنسي لمدرسة خاصة بالهيئة العربية للتصنيع لتدريب هؤلاء الشباب وتعليم هؤلاء الشباب الذين تخرجوا من المرحلة الإعدادية على صناعة الطائرات في المصانع المصرية، وستكون عبارة عن الطائرات الرافال على سبيل المثال. سيكون المدرسين في هذه المدرسة مدرسين من فرنسا، من إنجلترا، من مصر، وبالطبع يعني توليفة كبيرة من الخبرات التي ستقدم لهؤلاء الشباب من أجل العمل على توطين الصناعة المحلية ومنها توطين صناعة الطائرات هنا في مصر. طبعا كان هناك عدد من الاختبارات المختلفة لهؤلاء الطلاب، وتم تصفية هذه الأعداد حتى وصلنا لعدد معين سيتلقوا هذا التعليم داخل مصر وأيضا بعد التدريبات خارج مصر. بالإضافة أيضا لفرصة عقد الاتفاقيات والشراكات، كان هناك على هامش هذا المعرض عروض جوية يعني هامة جدا رصدناها من عدد كبير من الدول، من فرنسا، من السعودية، من مصر، من روسيا، من الصين، وعدد آخر أيضا من الشركات الأمريكية التي عرضت الطائرات الخاصة بها من F-16 والرافال، الطائرات الفرنسية الذين عرضوا العروض الجوية على مدار 3 أيام. ولكن أيضا شهد هذا يعني هذا المعرض خلال الأيام الثلاث إقبال كبير جدا من المدارس التعليمية الخاصة بالطيران، وأيضا الجامعات المتخصصة في علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء. بالإضافة لذلك أيضا شهد إقبال كبير من الشركات المحلية والشركات الأجنبية والشركات العالمية لتبادل وتناقل الخبرات داخل هذا المعرض الذي يعد من الأهم وربما الأهم في مجال الفضاء والطيران في مصر والشرق الأوسط. وكان هناك أيضا بعض يعني الاتفاقيات المختلفة لنقل هذه العلوم الأجنبية إلى مصر وتطوير صناعة هذه الطائرات داخل هذا المعرض الذي يختتم اليوم الثالث فعالياته، وهو اليوم الأخير لهذا المعرض من داخل معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.